حذر وترقب في بنغي عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى هذا الاثنين بعد مواجهات مستمرة منذ أيام بين مسلمين وميليشيات أنتي بالاك المسيحية. يوم الأحد قتل 3 أشخاص على الأقل وحرق أكثر من 100 منزل، كما قتل شخصان على خلفية اغتيال مسلمين يوم الخميس. يقول هذا المزارع لا يوجد نزع للسلاح في إفريقيا الوسطى، هذا هو سبب في استمرار الحرب. المسلمون يحصلون على الأسلحة ويقتلون جيرانهم في الأحياء المجاورة. وتشهد إفريقيا الوسطى منذ إطاحة متمردي سيليكا في شهر مارس آذار من العام 2013 بالرئيس فرانسوا بوزيزي أخطر أزمة منذ استقلالها في العام 1960. المجازر المتبادلة بين المسيحيين والمسلمين أودت بحياة عشرات الأشخاص ودفعت بالمئات بالفرار من منازلهم، ومن ضمنهم نساء وأطفال، إضافة إلى قيام الحكومة الانتقالية التي تتولى تسيير البلاد بتأجيل جديد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى غاية 13 من شهر ديسمبر المقبل.